مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندي مشكل اصدقاء، هذيك العصفوره هي الام مع شماله مرضات ولا ما عرفتش شنو هاد السنين عزلها. ما عرفتش شنو المشكل ديالها بين الناس، اش معاها هكا؟ عندها البيضة فهمتيني، عندها البيضة، عندها البيضة في كرشة، ها البيضة ها، شنو غندير ليها أنا دابا؟ شنو غندير ليها؟ هذا راجلها، راجلها هو هذا راجلها، شنو قادرهاش تطلع على عيونها؟ خليني نعم هاد النتوه هادي بيضات واقيله بزاف مسكينه فهمتيني، عيات بقوه البيض. دونك واخا يبيضوا لك شي اربعه د المرات وقف عليهم التبياض فهمتيني، باش تعطيهم راحه بيولوجيه. دابا انا هادي خصني نعطيها راحه بيولوجيه واقيله اصدقاء، بيضات بزاف مسكينه. الا كنتي نتايا اول مره شريتي الفراخ، لحقاش بزاف الناس كيبغيو يعطيوني نصائح في الفراخ، الا كنتي شريتيهم اول مره ولا عاد ناوي تشريهم، يعني انت مبتدئ في الفراخ وبغيتيهم يبيضوا لك، شمن نوع تشري؟ الا كنتي مبتدئ شري الزيبرا، الزيبرا هما اللي نقول لك شريهم، لحقاش الزيبرا كيبيضوا بواحد الطريقه سهله بزاف وما صعابش. الزيبرا كتجيب اي ذكر مع اي نتوه كيتفاهموا كيبيضوا، سير بلاص اغارت اغارت عند الزيبرا. اوكي بالنسبه للبيروش واحد شويه كيخصهم شويه ديال الوقت يتفاهموا، والا نتايا مثلا ما كنتيش كتعرف شريتيهم صغار غيخصك الوقت. كاين بعض الناس كيقول لك انا شريتهم عام عامين وما بيضوش، كيكونوا صغار اصاحبي شريتيهم صغار. الزيبرا كدير ب 50 درهم والبيروش كيدير ب 60 درهم فهمتيني. ولا مثلا شريتي شي جوجه وديتيها للدار، حاول تحطهم في شي بلاصه ما يكونش فيها الصداع بزاف وتكون دافيه واحد شويه باش يبيضوا. الا كان مثلا بزاف الناس عاوتاني تيقول لك ما كيبيضوش، كتبدا تخلعهم، كتبدا تهزهم من السرج تحطهم فوق الماريو، كتحيدهم من فوق الماريو ديهم للكوزينه، تجيبهم وسط الدار ديهم للباركون، كيتخلعوا ساكن ما كيستقروش، دونك ما كيبيضوش. حتى لو كيبيضوا ما كيقرقوش، كتقول لي ما كيقرقوش على البيض. كاين بعض الناس عاوتاني كيقول لك اودي راه النتوه دخلت ولكن كتهرس البيض. علاش كتهرس البيض؟ كتهرس البيض لحقاش كيخصها الكالسيوم. هذاك البيض هي دابا النتوه باش كتبيض شي بيضه، داك البيضه شنو هو المكونات ديالها؟ الكالسيوم والبروتين. هي مسكينه كتفقد الكالسيوم وبالتالي كتشوف البيضه ديالها فيها الكالسيوم كتنقبها، لحقاش الجسد ديالها محتاج الكالسيوم وكتهرس البيض. هادشي علاش فهمتيني. دونك يا اما تعطيها القشور ديال البيض مهرسين، يا اما تشري لها السيبيه بدرهم واعطيها البيض مسلوق، واعطيها خيزو، واعطيها الخص، واعطيهم الماكله ديالهم العاديه، واعطيهم مثلا باش تبيض مثلا. وشحال مثلا البيضه كتبقى؟ كتبقى 11 يوم، 11 يوم وكيخرج الفليليس الصغيور. وشحال داك الفليليس الصغيور كيبقى باش كيكبر؟ كيبقى 14 يوم حتى 21 يوم كيولي بحال با هو مو كيخرج كيطير. شنو هي الماكله اللي ممكن تقدم لهم؟ قدم لهم الخبز فازد، البيض صافي وبالصحه والراحه وكيفرخوا بكل سهوله. طبعا انت ما تهز لا فراخ ما والو، هو ياك تهزهم توكلهم بيديك، داكشي ما كاينش، هما كيوكلوا ولادهم، هما مسؤولين عليهم، انت ما تقيس حتى حاجه. اللي مات يموت، الا بيضوا يبيضوا، ما تقيس والو، تيولدوا راسهم. هادشي اللي نقول لك فهمتيني، ساهل داكشي. يلا طيبوا العشاء. يا سلام على بساره في العشاء، كتعطيك الدفء والحنان. إلا جا إكس مانا الخوش، أش كنطيب؟ كنطيب، أش كنطيب؟ كنطيب الملاوي. أنا تعشيت ما تسنانيش. ما تزدحش أصاحبي، داك الساروت مع الحيطة أصاحبي راه غيتهرسو في السواق، الله يهديك أصاحبي. أخونا مشى تعشى، ضرب البانيني وضرب وضرب العصير، عجباتو الدنيا هنا.
دابا غادي نلتهمو البصارة. انا هنا كنتفرج واحد الفيلم ديال ذا بريشر وايف 1996 ديال ديزني واشنطن، فهمتيني؟ ماشي شي فيلم واعر، فيلم متوسط وصافي، فهمتي؟ فيلم ديال الدراري الصغار ديال 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 كريسمس ولا ما عرف ديالاش، فهمتيني؟ زوين شي شويه، ماشي بزاف وصافي. نيزلي واشنطن دابا راه الصباح ليتس ويك اب. فكان يا صاحبي فكان علاش ضرب سي هو سبيت عليا ما ضربوش ما ضربوش ما نضربوش واسمع الهضره سمع الهضره نقول لك انا سمع الهضره من هذا ما الاصدقاء اللي تسمعي ديال الهضره انا شحال وانا هنا عمري ضربت شي واحد اصاحبي عمري ضربت شي واحد نفطروا الاصدقاء نمشيو نديروا السبور نخليوه هو على يفك حياه شويه جيت للغابه الاصدقاء جيت نشم شويه د الهواء وندير شويه د الرياضه نسيني ضروري الرياضه كل نهار هذيك الالبينو داك الالبينو غادي تمشي ترجع لهنايا وهذيك اللي مريضه اللي هي الام تريكس هي اللي كتولد ليا الاولاد غادي نهزها تما ونتهلا فيها بالمليح فهمتيني ونعطيها داك العش المليح وصافي والاخرى غادي نهزها حطها هنايا تنبدل لها شي واحد اخر فهمتيني تاهي غنصوبها ديالها ولكن واحد اخر هي ما بغاتش تقرق على البيضه هي دابا دخلات هي دابا دخلات بتلص خطاطها لا ما دخلاتش صافي ندير لها واحد القالب لحقاش الا دخلت لي العش صعيب الوضع ندير لها القالب ديال غادي نسد لها العش الباب ديال العش نسدو ليها بسم الله صافي سديت يمها العش دابا العش ديالها تسد دابا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر انا نبدا نخشيها هنايا بسم الله الله اكبر ولكن تنشد الاخرين نديرهم هنايا بعدا اجي اللي مريضة فينك فينك انا مسخوطة فينك يا ربي تزغد يا ربي اجي سير سير تما انا هزها البيضة ديالها ها البيضة ديالها هذه البيضة بيضة وحدة ولكن مريضة ما كتقرقش انا حطها لها تما مع البيضة الالبينو نشوفو ما تعرف تقرق على داك الجوج سويرتي هادو مشاو الخوش مشاو صافي في يد الله وصافي النتوى خاصها تقبض اش من نتوى الالبينو ما نقدرش نشدها لي ما نقدرش نوريها لكم نهائيا هادي خطيره كتعقد خصني نخشيها لي شي الله اكبر اش وكتحب طرات تتفلح لك اللحم ديالك تتفلحو لك عرفتي اللحم ديالك تتفلحو لك اقسم بالله راه من نعاود لكم شحال العضه ديالها الله اكبر صافي بسم الله اجي انت دابا غنجيبها راجلها فين هو راجلها اجي غير صبر اخويا انا مزاوك فيك انا مزاوك هذا ما كيعرفش هذا الله يعمر هضر هذا ما كيعرفش هذا هذا هو راجلها نخشي لها راجلها سير عند مرتك سير عند مرتك دابا غنخرج الراجل ديال هذيك نخرجو اجي انت عند مرتك اجي انت هذا ظريف هذا الله يعمر هذا
فهمتيني انت هذا الله يعمرها دار هذا حتى هو الله يعمرها دار لاحظوا باللي الذكوره الله يعمرها دار انتوي خطأ انت هو خطأ سير سير عند مرتك سير عند مرتك سير عند مرتك صافي جوج بيضات الخوت راهو شتي جوج بيضات ما نعرف يقدروا ينجحوا يقدروا ما ينجحوش مي هذيك ينجحوا مع الولاد بزاف وخا مريضه مسكينه هذا غتهلا فيه هذا المليح ما كاين غير البيض نعام سيدي وخيزو اللي تسقاو مشيو نجيبو لها ما تاكل هي وراجلها راه هي داخله العش راه هي داخله العش هي داخله لي هادي ولودة هادي ولودة خو ديما ولودة ولودة داخله العش هادشي اللي كاين الاصدقاء مع صفير يلاه مشيو دابا تغداو البينو راه هي هي وراجلها اللي تسقاو الغداء إذا سولتيني قلتي لي يعطيني نصيحة كنتي أنت كتقرا في الباكالوريا وبغيتي عندي نصيحة وحدة باش تنجح في الباكالوريا غنعطيك نصيحة وحدة نصيحة وحدة هو خرج بزاف ديال التمارين خلال النهار بقا تخرج التمرين وتعاودو وخرجو وعاودو وخرجو وعاودو وخرجو وعاودو حتى يولي مفهوم التمرين بالنسبة ليك فهمتيني وقرا في النهار حاول تقرا 12 ساعة ولا 10 سوايع في النهار قرا هانتا إذا كانت عندك العلوم الطبيعية احفظ احفظ في الصباح فيق مع 6 الصباح ولا مع 7 ولا مع 8 فيق سير لشي بلاصه خاويه فين كاين السكات وبدا تحفظ 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 واخا يبان لك داكشي ما كيتحفظش ويبان لك صعيب غير احفظ دير المجهود ديالك باش تنجح في البكالوريا فهمتيني التمارين ها نتوما الاصدقاء التمارين ديال العلوم ساهلين شد الوطني ديرو عاودو ديرو عاودو ان شاء الله ربي يجيب التيسير فهمتيني نعطيك واحد المثال انا باش كنت كنقرا في البكالوريا حتى انا نجحت في البنكالوريا شنو كنت كندير كنت حماقيت انا الاصدقاء وصافي قررت انني نولي كنحفظ ونولي كنقرا الوقت كامل شنو كندير كنفيق من النعاس ملي كنفيق من النعاس كتكون حدايا واحد الورقه فيها الدرس كنحفظ فيه كنحفظ كنحفظ كنمشي للطواليط وانا في الطواليط كنحفظ ملي كنخرج من الطواليط كنمشي نطيب الفطور كنحفظ كنطيب شي حاجه اتاي كنحفظ كنفطر كنفطر كنحفظ فهمتيني ملي كنكون كندوش مثلا غندخل للدوش مثلا كندير السبور في الدار كندير السبور وتنحفظ وحق الله العظيم كنحفظ الدرس ولا الانجليزيه ولا شي حاجه كنطيب شي حاجه كنحفظ كندخل للدوش كنشعل الدوش معلق واحد الورقه باش ما تهزكش انا كندوش وكندير شامبان والصابون وشنو وكنحفظ فهمتيني علاش باش ننجح في هادو ما بقى والو الاصدقاء البكالوريا راه ما بقى والو راه خصكم تنجحوا الاصدقاء الله يرحم بواكم راه بنادم غادي ينجح وغتبقى نتايا معلق تمايا وغتندم والله حتى غتندم ما نجحتيش في البكالوريا راه ساهله الاصدقاء الله يسهل عليكم حفظوا حفظوا الله يرحم بواكم راه ما حفظوا وخرجوا التمارين بزاف غير خرج واخا ما كيتحفظ لكش داك الشيء ما كيدخلش للراس غير حفظ غير دير اللهم دير شي حاجه حتى لا سقطتي تسمى درتي شي حاجه اللهم دير شي حاجه وتسقط ولا تسقط وانت ما درتش والو وبقى تقول انا ما درتش حتى شي حاجه الله ينجحكم كاملين هادشي اللي كاين لايك لايك سبسكرايب